لا يزال الجدل مستمرا حول الأحداث السورية وما تم فيها وتقدم الفصائل المعارضة المسلحة في مناطق في سوريا، وأعرضنا عن أن نتحدث في أمر لا نفقه في هذا الأمر في الملف السوري. لكن العجيب هو بعض المنصات الإعلامية في مصر في غيرها من مشايخ للسلطة أو غيره بدأوا يتحدثوا عن أن من يفرح بهزائم بشار فهو إرهابي وخوارج. فهل فعلا من يفرح بهزيمة نظام مستبد أو بنظام ظلم الناس هو إرهابي أو خوارج؟ هذا ما نتحدث عنه مشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في الحقيقة لا يزال الجدل الدائر حول الأحداث الأخيرة في سوريا، وآلينا على أنفسنا وقطعنا يعني بكلمة أننا لن نتحدث في أمر لسنا ملمين به. الملف السوري على ما كثرت ما قرأت عن الثورة السورية وكثرت ما أتابع ولست ملما به إلماما أستطيع أن أنا أقرأ مشهدا فيه، ولذلك لم أتعرض في الفيديوهات التي تكلمت عنها إلا لما لي فيه رأي في قضايا ليست تفصيلية أو دقيقة، يعني إن مثلا هل هؤلاء مش عملاء، هل كذا هل كذا، هل الكيان فرح بأن بشار سيسقط؟ لا، الكيان يفرح إذا سقط بشار لو جاء أفراد آخرون أشد إخلاصا أو أشد خدمة لمشروعه بس، وهذا لا نعلم إلى الآن. بدأ الكلام يبقى في إطار آخر، لا والله ده مثل هذه الأحداث خصم للمعارضة وللمقاومة ولا من رصيدها. برضو اتكلمت في هذه لاني بوجه عام يا جماعة تعالوا، يعني ماذا قدم هذا النظام للمقاومة وموقف الذين أتوا؟ والبعض اتكلم في اني لا خير يأتي من جماعات مسلحة. نعم أنا معاك في هذا الأمر في المجمل، في المجمل بإني وجود جماعات مسلحة ضد سلطة أيضا مسلحة ضد الشعب يقلق، لأن الشعب لن يكون حاضرا في المسألتين، يعني لا مع المعارضة المسلحة ولا مع ده، إلا لو هذا أيا من الطرفين له ظهير شعبي قوي يؤيده فيما يفعل إن كان ما يفعل لصالح الشعب والسلطة والدولة، إنما ليس موجها لسلاحه ضد الشعب. آخر شيء، بدأ مشايخ في السلطة عند المصريين وغيرهم يقولوا أن لا، أي إنسان يفرح بأي مساحة تحقق المعارضة المسلحة في سوريا ده إرهابي وخوارج. طب يا جماعة الإرهاب ده مصطلح ضخم إلى الآن لم يثبت له تعريف، ما مصطلح هلامي رجراج إلى الآن ما فيش تعريف له على مستوى العالم، إلا بقى تعريف بوش من ليس معي فهو ضدي يبقى إرهابي، وشغل بقى السيسي انك توضع على قائم الارهاب وما احناش عارفين ايه هو الارهاب. بينما لما نضع المعايير للارهاب سنجد ان الانظمة تمارس الارهاب اكثر من الشعوب. اذا خرج من الشعوب جماعات مسلحة طبعا لا نقر ذلك، لكن الذي يدفع الشعوب لذلك هو كم الظلم والضغط والكبت الذي يمارس على الشعوب فبيضطر. نموذج الحالة السورية، الحالة السورية كانت ناس طلع في ثورة كرنفال احتفالي تحولت إلى ثورة مسلحة بفعل النظام وبرامج متفجرة ودخول دول روسيا وإيران وغيره، ونفس الحالة الأطراف الأخرى استعانوا بدول. هنا بدأت الإشكالية. بس هل معنى الآن والناس بدأ هذا النظام بمعونة دولية من الحلف الإيراني وغيره يسترد مناطق مما استحوذت عليها الثورة السورية المسلحة، وبعدين بدأت الآن المعارضة السورية المسلحة تسترد بعض هذه المناطق؟ كتير من الناس اللي ما كانش قادر يرجع لبلده ولا غيره في مناطق اللي هي استحوذ عليها الآن فرح بأنه خدها. طبعا وهو مش من ضمن هذه الجماعات المسلحة، يعني كتير من اللي بشوفهم من السوريين
هو لإني هذا النظام حينما استحوذ على هذه الأراضي مرة أخرى بعد أن أخذت منه لم يسمح بالعودة للناس إلا اللي يكون معاه، فتح باب التنكيل ولم يفتح باب المصالحة وباب التوائم والرضا مع الناس. بدأ كل من حب أن يعود إلى علاقاته معه كحماس وتركيا وغيره يتطاول عليهم ويهين فيهم، فده ما بالك ودول ناس مش معارضين عنده، لا دي ناس دي ما كانت ليست معه في سياسته. فنظام لم يكن عنده ذرة من عقل في أنه يلملم أطراف القضية التي عنده، داخل على تحديات دولية وغيره، ومع ذلك أيضا لم يراجع نفسه، بل زاد في غيه وفي ظلمه وجبروت. فهل اللي يفرح في هزيمة نظام كهذا هل يبقى إرهابي؟ لا، الإرهابي هو من يمارس الإرهاب أو من يشجع الإرهاب المتفق عليه أنه إرهاب. يعني في النهاية المعارضة السورية المسلحة اتفق أو اختلف معها، أنا قلت موقفي ما نش حابب أبدا الحركات في بلادنا تكون مسلحة، لا من السلطة ولا من الشعب ولا من الجماعات ولا غيره، لكن من الذي ألغى صندوق الانتخابات وجاء بصندوق الذخيرة؟ هذا النظام المجرم. من الذي قتل في الشعب وعمل؟ طبعا هناك ممارسات لجماعات مسلحة أيضا لا تختلف عن إجرام النظام، دعونا نتفق على هذه المسألة، معروفين يعني جماعات بالاسم بالعين، لا احنا مع هذه ولا مع هذه. طب الناس فرحانة الايه بايه؟ فرحانة ان هذا الملف عندهم بدأ يتحلحل، بدأ يتحرك، مش عارفين القادم وخايفين من المجهول القادم، وكتير من الشعب السوري خايف من اللي جاي على ايد هؤلاء الجماعات المسلحة او على ايد النظام، لان لا النظام فاتح باب المصالحة ولا هذه الجماعات المسلحة واضح رؤاها الى الان. خلاص ده كلام في المجمل اهو. فطب هل بقى اللي هنا اللي فرحان باني في حراك على الارض، سواء هو شايف ان هو مش افضل حاجه لكن مش بنفس سوء النظام، ففرحان في ان الحاله بقت من اسوأ الى سيء او الى محتمل او الى المجهول الذي لا نعلمه، يقول لك طب ما المجهول افضل، لا هو المعلوم اللي موجود ايه؟ مش باين له مستقبل، نظام استبدادي وراثي طائفي عنصري، ما بيتعامل بكل العوامل المستبدة. فهل نقدر نقول الكلام ده يبقى يعني إرهابيين؟ لا كلام فارغ. خوارج يعني إيه خوارج؟ خوارج يعني اللي خرج على الحاكم بالسلاح، لكن الناس ما خرجتش الأول بالسلاح، الناس خرجت مظاهرات سلمية، عبرت بكل ما لديها، خرج السلطة بالسلاح، تسلحت هذه الثورة ولم نكن نحب لها أن تسلح. فمين اللي تقال عنه خوارج؟ ثم مين اللي هو لغى الحكم؟ حافظ الأسد وبشر بعد منه بقى وراثي ونقض هذا العهد اللي خرج على الحلف واليمين اللي اتحلف واللي على الدستور واللي على كل المواثيق، وتحولت من ديمقراطية من جمهورية سورية إلى ملكية سورية دون استئذان أو استشارة الشعب. فللأسف يعني صديقنا الدكتور معتز الخطيب لما كتب ان يعني يا ريت اخواننا المصريين منين جايبين العشم في الكلام عن ملفنا، ده برضو داخلين مشايخ السلطة المصرية واعلام السلطة المصرية ايضا داخل برجله الشمال مش باليمين ولا غيره، وداخل يفتي ويتكلم ويهبد. فيا جماعة الاول دوروا على حقوق الشعوب وبعدين قيم بقى الشعوب دي خوارج ولا ارهابيين ولا بيعملوا ايه. الاول لما تبقى عندك درجة من الانصاف اتكلم عن ارهاب السلطة، وبعدين لما تيجي تتكلم عن ارهاب اي مواطن ولا حد من الشعب هيبقى معاك حق، انما انت سعادتك عينك عورة اعور العقل، مش شايف غير بس اللي بيعمله الشعب، والشعب ما بدأش بالكلام ده، وانا مش مع الكلام ده، لكنه اللي جروا لهذا الملف الدموي العنيف مين؟ هذا النظام المجرم وهذه الانظمة المجرمة في كل بلد، في الجزائر، في مصر، في سوريا، في اليمن، في لبنان، في كل حتة. اللي جر الشعوب الى ان هي رفعت سلاح هذه الأنظمة المجرمة التي استخدمت سلاح الشعب لتوجهه في صدر الشعب وتوجهه برصاصها إلى رأس هذا الشعب. فالإنصاف يقول لا، حط لي معيار للإرهاب، الإرهاب اللي بيمارس الإرهاب 1-2-3، يبقى ساعتها تغمض عينك واللي يعمل ده بإرهابي، يطلع حاكم، يطلع ضابط، يطلع مواطن، يطلع جماعات، يطلع أيا ما كان، يطلع مسلم مسيحي. إنما نبقى عاملين زي الغرب لا يصف الإرهاب إلا بالإسلام ولا يصف الإرهاب إلا بالمسلمين، نفس الحالة ما نوصفش الإرهاب إلا المواطن. طب اللي أدى بالمواطن اللي كده لا نسكت عنه ما نقدرش، لأنه يبقى ساعتها يمارس علينا الإرهاب السلطة
فأولى نضع النعال والأحذية في أفواهنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة والنظر الصائب في الأمور، وأن يجعل يوم هذه الأمة خيرا من أمسها، وغدا خيرا من يومها. اللهم أمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.